أرض السلام وبيئة حاضنة للإبداع، من رمال الصحراء وحداثة البناء. من الآن وعلى شاشة الآن أسعد الله مساءكم بحلقة جديدة من برنامج اتحدى نائل. برنامج اتحدى نائل تعودتوا عليه بشهر رمضان المبارك 30 حلقة على مدار الشهر، ورح نتعلم منهم شغلات جديدة. هاي الشغلات ما رح تشوفوها إلا ببرنامجي، وأهم إشي التحديات، لأنه اسم البرنامج اتحدى نائل. كل يوم ضيف جديد، وكل يوم من هدول الضيوف عنده كاريزما خاصة فيه. هذا الإشي اللي بيميز البرنامج. طبعا برنامج اتحدى نائل هو أحد برامج منصة عيش الآن، المنصة الشبابية الأولى. نشكركم دائما على مشاركتكم، آراءكم وتعليقاتكم معنا على السوشيال ميديا. ما تنسوا تستخدموا هاشتاج اتحدى نائل وهاشتاج عيش الآن لتعيشوا اللحظة وتعيشوا الحدث. معي أنا نائل أبو التيل من الآن وعلى شاشة الآن. كل يوم فيكم تتابعونا من الساعة 9 لـ 9:30 على عيش الآن .net أو الساعة 10 على تلفزيون الآن في اليوم التالي. وإذا ما سأبت الظروف إنكم تشاهدونا لايف أو تحضروا الحلقة على قناة الآن بأي وقت من الأوقات، بإمكانكم تشوفوا الحلقات على اليوتيوب، بس حطوا اتحدى نائل بيطلع لكم كل الحلقات، وفيكم تختاروا الحلقة اللي أنتم حابين إنكم تحضروها. ضيفتي اليوم مميزة جدا، اجتنا من فلسطين، مميزة في مجال الموضة للمحجبات، وهذا الموضوع أكيد بهم كثير السيدات اللي عم بتابعونا والفتيات اللي عم بتابعونا. رحبوا معي كلكم بتسنيم من فلسطين. اهلا وسهلا تسنيم. اهلا فيك، كيف حالك؟ اهلا وسهلا. رمضان كريم عليك. رمضان كريم علينا وعليك يا رب، ينعاد عليك بالصحه والعافيه، وان شاء الله كل ايامك مزهره ومنوره مثل التوب اللي لابسيته. نورتينا اليوم، الله يسعدك. شكرا لك تسنيم. آلاف المتابعين ما شاء الله عندك، 109 ألف متابع على الإنستغرام. أكيد آلاف من المتابعين عم بيشاهدونا الآن وحابين يتعرفوا عليكي. لو فيكي تعرفينا عن حالك بنبذة قصيرة عشان المتابعين تبعون تحدى نائل يتعرفوا عليكي بشكل أفضل. تفضلي. أنا تسنيم أبو سيدة، مولودة وعايشة بالإمارات، فلسطينية الجنسية. بلشت بمجال الموضة والأزياء من تقريبا 4 سنين، من زمان يعني، من أنا وصغيرة بحب الفاشن واللبس وأكون دائما ستايلش وعلى الموضة يعني. فسبحان الله بلشت هيك يعني تجربتي من 4 سنين وكملت وهينا ماشيين. حلو، نتمنى لك كل التوفيق. وانا شخصيا بتابع تسنيم من فتره طويله، مش من يوم وليله، فعلا يعني هي بمجال الموضة أبدعت، خاصة في مجال موضة المحجبات، لأنه قدمت نصائح كثير ساعدت الكثير من الفتيات كيف يلبسوا وكيف يعملوا وكثير شغلات. اليوم رح نشارككم حقائق وأسرار، ما رح نحكي فضائح، رح نحكي تحديات عن تسنيم أبو سيدة ما رح تتعرفوا عليها إلا ببرنامج اتحدى نائل. وأول تحدي رح نلعبه اليوم البيبي فود. وطبعا اول شيء انا يعني بشكرك لقبولك التحدي، وانا مصر انه انا اللي راح اربح، لانه انا لما اخترتك عشان اتحداكي انا حاط ببالي اني بدي اربح. خلص يعني، لاني مجهز لها اسئله. الله يستر. اسئله راح تعجبكم وما راح تعرف اجاباتها الا ببرنامج اتحدى نائل. جاهزه للتحدي؟ جاهزه للتحدي. طيب راح نبلش اول شيء تحدي البيبي فود مع تسنيم وانا راح اربح. اعزائي المشاهدين وعزيزاتي المشاهدات، اتوقعوا انتم مين راح يربح وشاركونا على السوشيال ميديا. على عيشي انا لكم ستوري مين رح يربح، نائل او تسنيم، فوتوا وصوتوا للشخص اللي بتعتقدوا انه رح يربح معنا اليوم. يلا خلينا نشوف. انت الابيض؟ انا الابيض وانت الاحمر. طيب يلا. يعني شوي ورح تدخل كانت. ما راح تربحي. لا يا نائل لا. هيك من اولها. طيب بنجرب كمان مره، ما في مشكله. اول جول انا جبته. هلا نرجع ونعيد الكره ونشوف مين راح يربح، انا ولا هي. هلا انا البيبي فوت مش كثير فيها. اوكي. بس يعني المفروض تدربت يعني هاليومين عشان هذا الشيء، فخلينا نشوف. بس دائما بيحكوا تسنيم انه الطابه ما لها امان، يعني حتى لو كنت متدربه كثير وانا متدربه كثير ممكن بثانيه ممكن تغلبك انه تفوز. الطابه عندك تسنيم. اوكي يلا نبلش. نحطها هون. من هون؟ لا من هون. من أوكي. هون. يلا. طب نائل خليني أنا أفوز. ولا إيش هيك عشان. لا هاي جول يعني 100%. طيب. كيف بطل؟ خلينا نشوف آخر فرصة عشان نشوف إذا في تعادل أو طيب. ما في تعادل. للمرة الأخيرة أعزائي المشاهدين وعزيزاتي المشاهدات رح نتحدى بعض للمرة الثالثة. أول جول أنا جبته، ثاني جول هي جابته، وهلا رح نشوف مين رح يفوز، نائل أو تسنيم. يلا. بسم الله. لا لا لا
ما بصدق. انا فزت 2-1. انا اللي فزت. رح اسالك 15 سؤال. تفضلي معي تسنيم. اهلا وسهلا. طبعا نرجع نشكرك كمان مره لقبولك تحدي نائل، وعن جد انه انا متاكد ان الحلقه حتطلع كثير حلوه ومبسوطين. في اسئله كثير وصلت من متابعينك، رح نسالك اياهم باخر 10 دقائق. خلينا نحكي للمتابعين ونذكرهم انه لسه عندكم فرصه. انا نزلت على الستوري تبع الانستغرام صوره لتسنيم مع 15 سؤال لتسنيم، فاللي عنده اي شيء حاب يتعرف عليه على تسنيم على الهواء مباشره رح تجاوبوا امامكم. ابعتوا الاسئله وضلكم استخدموا هاشتاج تحدى نائل وعيش الان. تسنيم اول سؤال لك اليوم رح نبلش فيه. ما شاء الله 109 متابع على الانستغرام، شو ضافوا بحياة تسنيم؟ شوف أنا بحس إنه هما يمكن هاي عيلة مش متابعين بس بالنسبة إلي، يعني أنا دائما بحب أتعامل معهم كأنهم يعني ماي فريندز، صحابي أصدقائي. يعني شوي شوي بلشوا معي من أول ما بلشت لغاية هلا، شوي شوي عم نكبر. لما بيكتبوا لي مثلا إنه تعليق أو مثلا بيعملوا لي لايك، كثير بيعني لي هذا الشيء وكثير بقدره، لأنه أنت لما تمسك الموبايل وبتاخذ وقت من يومك إنه تعبر مثلا عن شعورك لشخص على السوشيال ميديا، هذا الشيء أنا كثير بقدره، فكثير بيعني لي إنه أنا عندي يعني هم بالنسبة لي مش رقم، بالنسبة لي هدول عيلة بالنسبة لي. حلو حلو. طيب تسنيم، بما انك انت احد المدونات في مجال موضه المحجبات، او خلينا نحكي اللي هو موضه تحديدا للمحجبات، شو هي الرساله اللي وصلتيها للمراه المحجبه تحديدا وللمراه بشكل عام؟ انا كنت يمكن لما تحجبت كنت شوي اعاني من اني انا اقدر انسق الالوان واللبس تبعي كمحجبه، لانه مش بسهوله مثلا ممكن انا الاقي شيء يناسبني كمحجبه. الحمد لله مع الوقت بس بلشت هيك اشوف انه اخواتي الكبار كيف كانوا يلبسوا، بلشت مثلا اتصفح اشوف ايش بنزلوا بالمجلات عن المحجبات، هيك بلشت يعني من انا وصغيره لغايه ما دخلت الجامعه كمان وتوسع عندي الموضوع. من يومي بحب اللبس، بحب انه مثلا البنت المحجبه انه مش عشانها هي محجبه يعني تكون مقيده بلبسها وما بتقدر انه تلبس مثلا شيء على الموضه، او اللبس يكون محتشم بس بنفس الوقت انيق وفيه هيك نوع من الديزاينات الحلوه او الموديلات الحلوه، او انها تكون مثلا بتطلع حلوه يعني. فشوي شوي بلشت احس حالي اني عندي هذا الاشي، وبلشت احس حالي عم باثر على بنات. يعني قد ايه بنبسط نائل لما انه الحمد لله لما مثلا بنت تبعت لي مسج تقول لي اني انا كثير انبسطت بستايلك وهذا الاشي شجعني اني انا اتحجب، مع انه انا هلا بحكي دائما انه انا يمكن حجابي مش كامل 100%، ودائما بحكي يعني الله يهديني انه حجابي يكون احسن واضبط، لانه هاي مسؤوليه. انت حكيت عندك 100,000 شخص تقريبا او 109,000 شخص، فانه كل ما بيكبر الرقم كل ما بتزيد مسؤوليتك، وكل ما انت بتصير بدك تحاول قد ما فيك تطلع بصوره منيحه للناس اللي عندك. حلو حلو، جواب حلو. بما انك ذكرتي وبانه انا ذكرت انه انت احد مدونات الموضه بمجال المحجبات تحديدا، اعطيني اسماء ثلاث مدونات بمجال الحجاب ما بتحب تشوفي اطلالاتهم. يي لا ليه هيك؟ لا يعني ما في حدا ما بحب، يعني بالعكس انا كنت بدك تسالني مين بتحبي كان سميت لك كثير اسماء. لا ما هو اسم البرنامج تحدى نائل، فانا جايلك عشان اتحداك اليوم وتجاوبينا باسماء. لا صراحه والله عن جد شوف ما في يعني مثلا مدونه موضه ما بحب لبسها، بالنهايه هي عندها بيكون فئه من العالم بتتابعها بتحب اللي بتقدمه. حلو. الناس اذواقنا كل واحد ذوق. نعم. انا ممكن يكون في كثير ناس ما يعجبهم ذوقي باللبس، ما يعجبهم انه ستايلي باللبس، وهذا شيء كثير بحترمه وبقدره. بالعكس يعني الناس اذواق وكل واحد حسب هو شو بحب وشو ما بحب، فما في بلوجر او مثلا مدونه موضه او فاشينيستا او مثلا اي شخصيه على السوشيال ميديا انه بمجال التدوين والموضه ما بحبها صراحه. يعني ممكن مثلا ما يعجبني كثير ستايلها، بس ممكن تنزل مرات صوره بلبسها اكون حابه اللبس تبعها. حلو. فما في اسمي لك اسماء يعني. طيب اوكي، اعطيني صنف من اصناف الانستغرام او صنف محتوى معين انت ما بتحبي تشوفيه على السوشيال ميديا. يعني مثلا في ناس ما بحبوا يشوفوا الكوميكس بيعتبروها كثير تافهه وما بتحبها. أوكي. في ناس ما بتحب تشوف السفر انه ما بدي اسافر. شو هو المحتوى او صنف المحتوى اللي تسنيم ما بتحب تشوفه؟ انا ما بحب هلا خاصه الجديد نازل هذا الاشي يعني، وللاسف كثير البنات عم بتاثر فيه الصبايا الصغار اللي هو عمليات التجميل الزياده. انا مش ضد التجميل، انا كثير بحب انه الوحده تهتم بحالها تهتم بشكلها، بس انه اذا هي مش محتاجه هذا الاشي لا يعني. وبحترم الدكاتره التجميل
التجميل اللي مثلا انه بتيجي للست بتقول له انه هلا انا بحتاج شيء بدي اعمل كذا مثلا، ممكن يقولها لا انت هيك بتجنني ما بدك شيء. هلا للاسف لما بفتح على الاكسبلورر بلاقي يعني اغلب اللي بشوفهم على الاكسبلورر صاروا نفس الصوره نفس الستايل نفس الملامح. التجميل اللي زياده مرات ممكن ياذي الشخص او ياذي الملامح، او يصير مثلا هاي الصبيه وهاي الصبيه ما يفرقوا عن بعض، يصيروا مثلا انه نفس الشيء. وللاسف الصبايا الصغار عم نحكي عن عمر 18 و19 من هلا بلشوا يعملوا عمليات التجميل بنشد بشكل سهل، فيعني انه هذا العمر كثير حساس وكثير صغير، انه بسرعه بتاثروا بسرعه. انه عشان هيك بحكي لك انه انا كوننا احنا ناس على السوشيال ميديا مش معناته انه احنا بكل سهوله بنقدر ننزل كل شيء، لا حلو تكون عفوي بس كمان بدك تنتبه لانك انت بتاثر على فئه معينه من الناس. انت ممكن مثلا تاثيرك يكون نوع من المرات انه يكون سلبي، فبدك تدير بالك يعني. حلو، طيب هلا انت يعني وضحت لنا موضوع التجميل، طب شو رايك بموضوع التجميل للشباب؟ انا مش ضد حكيت لك عمليات التجميل اذا الشيء هاد بحلي، بالعكس يعني ممكن انا يجي يوم من الايام مثلا اكون بدي اعمل شيء انه حاسه انه هذا الشيء ممكن يضيف لي مثلا، بس حلو. ما ياذيني وما يكون شيء كثير زياده، مش ضده. هلا الشباب قلت لك حسب اذا هو بيحتاج هذا الشيء، مثلا اغلب الشباب ممكن يتجهوا لعمليات اللي هي تجميل الانف، ممكن مثلا الدقن، هلا مثلا زراعه اللي هي اللحيه، هاي شغلات مثلا بسيطه ممكن نعم. تنعمل، بس كمان الاوفر الزياده اللي هو مثلا انت هلا نائل اشوفك تغيرت، لا هيك كثير ما بيزبط. طيب تسنيم، هل تفضلين حجاب لارضاء الله سبحانه وتعالى او لارضاء الذات وليش؟ شوف انا ذكرت قلت لك يعني انا حجابي مش كامل 100% بس، ولكن انا دائما بحكي انه الواحد لازم يعني يحجب نفسه بالاول، يعني انت تجمل اخلاقك، دائما حاول انه يكون عندك الكلمه المنيحه الكلمه الحلوه، اشتغل على نفسيتك بالاول وارضي رب العالمين، يعني حافظ على فروضك. يعني مثلا احنا هلا برمضان خلينا نستغله كشهر انه نحسن من نفسنا، نحسن زي كانك عم تعمل ديتوكس لحالك، يعني انك تريح نفسك تريح بالك، فهون انت بترضي مثلا رب العالمين. بعدين مثلا انا ممكن ارضي ذاتي، يعني انا قلت لك كثير مرات مثلا ممكن اني انا اتصور صوره فجاه اطلع بينها وبين بيني وبين حالي اشوف الصوره احكي انه لا تسنيم هاي الصوره مش مناسبه مثلا، او اللبسه ما كانت كثير مناسبه، فانا ما راح ارضى اني انا انزلها، عرفت كيف؟ هون انا بتذكر انه لا يعني انه احنا محاسبين على كل شيء بنعمله بالنهايه، وبالنهايه الواحد شوي شوي بحاول قلت لك انه يعني يضبط اموره، يعني دائما بحكي انه الله يهديني لاني احسن لبسي اكثر. حلو، عمرك وزنك طولك؟ يا لهوي الثلاثه مع بعض، عمرك طولك وزنك من غير تفكير ليش هيك؟ لا المشكله هذا اولى موصيتك يعني طب انسان العمر عزله مخليها هاي. اوكي وزني 62 ما عندي مشكله. قبل ما ننسى العمر انت قبلت التحدي والناس انت عم بيشوفونا احكي لي هاي الكلمه عم بيشوفونا وبدك تجاوبي عليهم بصراحه، عمرك وزنك طولك؟ طيب اوكي وزني 62 وطولي 164 مع انه المفروض هيك، بس امبارح قسته طلع 163 عم 26. حلو حلو. طيب تسنيم شو بتردي على الاشخاص اللي بيحكوا انك انت مصطنعه؟ يي انا مصطنعه حرام عليكم، انا يعني ما في حدا عفوي قدي، والحمد لله الحمد لله يا رب انه كثير ناس مثلا يعني حتى موجود بالتعليقات بالصور دائما بكتبوا هذا الحكي، وانا دائما بحاول قد ما فيا اني اكون على طبيعتي واكون كثير عفويه وانه اكون زي ما انا، لانه للاسف بمجالنا هذا السوشيال ميديا كثير يعني كثير عالم دخلوا هذا المجال بس تغيروا بحكم انه هم بهذا المجال، تغيرت شخصيتهم من عفويه لجمود مثلا، من عفويه لانه شوي يكونوا رسميين يمكن، وهذا الشيء انا ما بحبه، انا بحب اكون على طبيعتي، بحب اكون كثير عفويه زي ما انا، يعني زي ما انا هلا قاعده معك وعم بحكي بارتياح يعني. طيب تسنيم بما انه هيك دخلنا بالاسئله تبعيد التحدي وهيك الجو صار حلو، خلينا نرجع لموضوع شهر رمضان المبارك، شو هي الملابس اللي بتنصحي الفتيات اللي بعمرك او اصغر او اكبر شوي انهم يلبسوهم؟ هل انت مع العبي بشهر رمضان او مع القفطان او الكاجوال او الرسمي، شو بتنصحيهم؟ انا كثير بحب رمضان البس عبايات وبشتات، هذا الشيء كثير بفضله، واذا لاحظت من اول تقريبا ما بلشت رمضان يعني عم بلبس هذا الستايل اللي هو البشتات العبايات يعني القفطانات، ممكن كمان كثير حلوين بيناسبوا يعني اجواء الشهر، لانه هو الشهر حلو انك هيك يعني ثيمه للشهر انك تكون لابس مثلا خاصه البنات اللبس اللي هو المحتشم العبايات. انا بايدك بالراي صراحه لانه محتشم وفيه يعني احترام لحرمه الشهر. بالضبط مثل ما حكيت. طيب تسنيم شو هي اكبر اشاعه طلعت عليكي؟
ولما سمعت الخبر كثير تضايقتي وقلت لا مش انا وهذا الشيء كذب. يعني انا يمكن ما وصلت لهي المرحله اللي هي اسمع اشاعه عني، ما بعرف يعني صراحة بهالأربع سنين ما صار إني أنا سمعت إشاعة. مرة بجوز واحدة بعتت لي إنه شافتني بتذكر لابسة خاتم وكتبت لي قالت لي إنه خطبتني وخطبتي وصارت تعمل تاج لصحباتها، صحباتها صاروا يقولوا خطبته، وأنا يعني لا كنت خاطبة ولا إشي ولا مرتبطة، هو بس خاتم يعني هذا الإشي. يعني خلينا نقول فال يعني هو ان شاء الله. هلا انت تسنين مرتبطه او مو مرتبطه؟ لا مش مرتبطه. مش خلص اذا فولت عليك يعني انا كان الرد صحيح. بس هي مش اشاعه، بقول لك هو صار انه انتبهت على الصوره وفكرتها انه يعني خاتم خطبه، بس لا ما في يعني ما دخلت بالاشاعات لسه الحمد لله. هل مررتي بعلاقه سابقه ما بدك تتذكريها، تجربة سيئة؟ شوف أنا شخصياً بالمجال العاطفي يعني أنا مش مع العلاقات أصلاً، يعني إذا بدك تيجي تحكي لي من ناحية الارتباط لا، أنا بفضل الارتباط اللي هو السيريوس كوميتمنت، اللي هو يكون يعني إشي جدي مثلاً، ممكن يكون بعلم الأهل، أنا هيك شخصيتي يعني أنا هيك بفضل. فلا إنه ما صار هالشي، لأنه مش مثلا يعني انا اكيد ممكن يكون صار اعجاب انه مثلا شفت شخص انه اعجبت فيه بشخصيته كذا، بس مثلا مش اللي هي العلاقه الطويله اللي انا قاعد فيها يعني سنين وكذا لا. تسنيم لو اجتك فرصه وربحتي تذكره ذهاب الى بلد بلا عوده، تيكت وان واي، يعني اذا ربحت انه لبلد بلا عوده؟ نعم، قالوا لك احنا اليوم ربحتي معنا تذكره الذهاب بلا عوده واحنا حنأمنك بكل شيء باي بلد في العالم بتختاري، وين بتروحي؟ صعب هذا السؤال. وليش؟ طيب شوف انا يعني انا مولوده وعايشه بالامارات ودائما بحكي انه هالبلد هو بلدي الثاني يعني، وكثير بحب البلد هون. وسالت قبل هيك مره سؤال انه هل بتفكري تتركي، حكيت انه لا كثير بحب البلد هون وتعودت عليها يعني. بس اذا مثلا تذكره بلا عوده هاي شوي صعبه، بس انه I would go to my country يعني فلسطين اكيد. حلو يعني حلو، بنحييك على اجابتك. تحيتنا طبعا للشعب الفلسطيني. شكرا لك. تسنيم احكي لنا لو انتهى بيوم من الايام زمن المدونين والمدونات، هل هذا الشيء بيفرق معاكي ولا لا؟ شوف هو اخريته رح ينتهي، انا بقول لك يعني اكيد يعني مش رح يضل السوشيال ميديا، مش رح تضل، مش شيء رح مش شيء مستمر، الا لو انت بدك كل فتره وفتره تتميز كثير عن غيرك وتفرق كثير عن غيرك. فهذا شيء مش دائم الى الابد يعني، ممكن كمان مثلا 3 سنين 4 سنين ما بعرف قد ايه، بس انا حاسه انه يعني هذا مش بس احساسي، هاي ارتكلز ودراسات طلعت انه هذا الشيء مش دائم على طول. نعم. مثلا نعم. بس انه يعني مش رح توقف الدنيا، فاهم كيف؟ الحياة بدها تستمر، رح أضل أحب اللبس ورح أضل ألهم أكيد البنات حتى لو مش على السوشيال ميديا، يعني إنه أكيد ممكن مثلاً حدا يشوفني أو مثلاً ممكن أنا أشوف حدا من المدونات أعجب باللبس اللي هي لابسته، تكون مثلاً ماشية بمول أو بكافيه عادي يعني، فهي مش رح توقف الدنيا على السوشيال ميديا. بس إنه لانه ما بدي هلا حدا من اللي بتابعه يحكي انه مثلا يعني لو تقدم لك واحد عادي انه قال لك توقفي عادي توقفي، لا مش عادي اوقف لما حدا يطلب مني، اذا هاي الشغله وقفت وقفت كان بها بس. يعني انت ضد انه الشخص اللي بده يرتبط فيك يقول لك انا ممكن انه ارتبط فيك بس لازم توقفي السوشيال ميديا؟ اكيد ضد طبعا. أكيد يعني ضد. طيب تسنيم رح نوجه السؤال امام الجمهور. أوكي. بدنا نعرف ليش انت كثير بتهتمي بوجبه الافطار، شو بتعني لك وجبه الافطار عن دون الوجبات الثانيه؟ حتى هاي قدرتوا تلاقوها يعني؟ طبعا. شوف انا كثير بحب الفطور، يعني زي ما بيقولوا الواحد بصحى عشان يفطر، انا هيك من النوع اللي كثير بحب الفطور وبحب اصحى الصبح بكير، طبيعتي بصحى الساعه 7 8 بالكثير. يعني زي ما بيقولوا مورنينج بيرسون، انا مش انه مثلا بحب طلعات الليل، بحب الفطور لانه بحب اجواء الفطور، يعني حلو هيك تكون قاعد قدامك سفره فطور اومليت بانكيكس او فطور عربي، تشرب الكوفي تاعتك خاصه بالجو الحلو، يا الله هاي احلى اجواء 100%. انا بايدك الراي صراحه. مع انه انا وجبه الافطار بالنسبه لي يعني موجوده اونلي بس يوم الجمعه والسبت، اما ايام الاسبوع لما بكون في دوام وهيك ما بقدر ان افطر، بروح دايركت على الغداء لانه الغداء بيكون الساعه 12. يعني اذا احنا بنبلش دوام على 9 من 9 ل 12 انه يا دوب الكوفي وكذا بعدين بتروح هلا. انا انت بتعرف انا اي هاف يعني 9 تو 5 فول تايم جوب، كمان انا يعني امراه عامله اعتبر، فانه بس لا زي كيف الصغار بياخذوا اللانش بوكس معهم لازم انا اخذ فطوري معي حتى على الشغل. كثير بهمني موضوع الفطور الصبح لانه بيعطيني انرجي لاكمل باقي اليوم كمان. نعم
نتمنى لك دائما التوفيق وان شاء الله دائما ايامك يعني مشعشعه ونجاحات وعلى الصعيد الشغل العادي او مجالك كمدونه في مجال الموضه. وصراحه النصائح دائما اللي بتقدميها لمتابعينك نصائح يعني فعلا مؤثره يعني زي ما احنا بنحكي. خلينا نشوف الفانز تبعونك شو بعثوا لك اليوم. بعثوا لي كثير اسئله، خلينا نسال كم من سؤال منهم وراح اختار افضل الاسئله يعني انا بالاختيار موفق ان شاء الله راح اكون. طيب شي مره حبيتي من قلبك والشخص الثاني ما بادلك نفس الشعور؟ هذا حب من طرف واحد صار عادي يعني، بس انه اللي هو اللي هي فتره بسيطه وخلص هيك مرقت يعني يعني مريتي بهذا الشعور؟ بس انه يعني يمكن شهرين ثلاث شهور مش عارفه، شكله كنت ابصر بعيش احلام طفوله مره ثانيه مش عارفه ايش، بس انه صارت انه من جهه واحده بس انه شيء كثير يعني من بعيد لبعيد زي ما بيحكوا. حلو، شو بتعني لك بوضة معتوق يا تسنيم؟ هاي بوزة خالي اوكي، ومن اطيب واذكى البوزات المفضلة عندي يعني كثير بحبها اكيد، بوجه له تحية لخالي حبيبي. بتفضل الرجل يكون نحيف ولا قوي وعنده عضلات؟ اكيد قوي وعنده عضلات بدون يعني بدون نقاش اصلا. لو خانك اقرب شخص لإلك شو موقفك بيكون؟ حسب مين الشخص يعني، اكيد بزعل وبتضايق وانا النوع اللي بسامح. بس خليني اكمل السؤال سريع المقاطعه. بتتحطمي ولا بتكملي طريقك؟ لا ما بتحطم، مش لدرجه اتحطم يعني، بس انه بكمل. الحياه بدها تمشي قلت لك بالنهايه بدها تستمر، اكيد حزعل وحتضايق خاصه لانه شخصيتي جدا جدا حساسه يعني، انا من النوع اللي بسرعه بتاثر وبدمع، بس انه يعني حسب من مين الشخص اكيد. هلا اكيد بعز علي اني انا ما بحب اي حدا قريب مني انه يخوني او يضايقني. الخيانه بدها تكون ممكن من القرايب مش بس من الشخص اللي بدك ترتبط فيه. الخيانه اكيد انا من النوع اللي بسامح بس انا ما بنسى. أوكي. يعني فهاي يمكن شوي تكون هي بتسامح بس ما بتنسى ابدا. شكرا لك تسنيم، كثير انبسطنا معك وكانت حلقه كثير حلوه اروع من الرائع، تعلمنا كثير شغلات فيها. شكراً ونشكرك إلك. شكرا كثير لك، انا كثير انبسطت اني انا كنت معكم وعن جد القعده كانت حلوه، ما خوفتني يعني ابدا بس مرقت الحمد لله. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، ضيفتي بكره مميزه والحلقه راح تكون من الاخر. ما تنسوا تتابعونا كل يوم من 9 لـ 9:30 توقيت الامارات على عيش الان.net او 10 مساء على الان، وتصبحون على الف خير. باي باي، مع السلامه.